اسم الوالد والجد. اسم الأي لا يعني أصلاً اسم غريب شوية. يعني وجاه من العاية ولا جاي منين مش عارفة، لكن لكن هو اسم شهر على كل حال. نعم. فمع دكتور الشهادة ماشي يا سيدي. بسرعة بس يلا بس تكتب الاسم ولا ايه؟ كده مكتوبة جاهز يعني. في شهادات تكريم عملها دكتور احمد وهو وهيبدا طبعا بالدكتور الفاضل دكتور صبر عبد الدايم، لانه مضطر ينصرف لارتباطه بمواعيد بموعد او بمواعيد اخرى يعني. السلام عليكم. السلام عليكم.